بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. سيد المسيح والمهد اتعمد من يوحنا المعمدان، بعمل المعموديه على طول، صام على طول، اقتيد بعد المعموديه بالروح، بالروح القدس، بروحه إلى البرية عشان يجرر من إبليس. معمودية من اثنين صوم، ثلاثة تجرب. ساعات الإنسان يقول نفسه طب أنا إذا كانت الصوم والصلاة والكنيسة هيجيب التجربة، أنا بلاش أروح الكنيسة، أحسن أقعد في البيت مرتاح، الشيطان مش هيحاربني. يقول لا، الشيطان لا بد أن يجرب كل إنسان. شوف الإنسان المسيح قبل التجربة وسمح أن الشيطان يجربه، سمح أن الشيطان يجربه بإنسانيته، لأن المسيح كان إنسان كاملا وكان إلها كاملا، فكان لازم يجرب. ليه يجرب؟ أولا لأنه إنسان، ثانيا علشان يدينا مثل زي ما هو جرب وانتصر وغلب، احنا كمان هنغلب بنعمته وبقوته. اذا هو مثل لينا في التجربه، هو مثل لينا في التجربه، هو معونه لينا. ادانا بالظبط يعني مثل ازاي نستطيع ان نغلب. السيد المسيح عارف طبيعتنا البشرية إنها ضعيفة. تجربة تضعفش الإنسان، تجارب الشيطان تضعفش الإنسان، لكن تقوي إرادة الإنسان. كتير جدا من الميكروبات اللي في العالم دي، البكتيريا والميكروبات والفيروسات دي منتشرة في كل العالم. ساعات الإنسان يعني يتضايق إن في كتير جدا من الأمراض بهذا الكم، لكن كل واحد من دول لما يدخل جسم الانسان يعلم الانسان ازاي يقاوم هذه البكتيريا وهذه الفيروسات. يعني حتى الامراض نفسها تعلم الجسم الانسان ازاي يتقوى ومناعته ترتفع ضد امراض اخرى. الشيطان يجرب الانسان، ولكن دام الانسان ايده في المسيح هيعمل ايه في الجواب؟ حتى لو كان في اغراء، حتى لو كان في مره سقوط ومرات، لكن الانسان يرجع يقول حتى وان سقطت سبع مرات فاني اقوم ايضا. السيد المسيح اتجرب كثير من الشيطان، مش التجربه دي بس، لما كان يقوم على اليهود عشان يتعبوه او يضايقوه، من كان تجارب مش كده؟ لما كان يقف واحد من الفريسيين في الكتاب قام ليجربه، ما تجربه برضه. لما كان واحد من الفريسيين او من الكتبه يحطه كان يعني يحطه في مأزق، ما يعرفش كان يتصرف فيه بحسب فكر الفريسي، ودي برضه كانت تجربه. الشيطان بيقول ايه؟ الكتاب بيقول ان الشيطان فارقه الى حين، يعني ايه؟ هيرجع له تاني. بس ربنا يسوع الكتاب لخص لنا كل التجارب اللي في العالم كلها 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 اللي بتدور حوالين ثلاث تجارب فقط. سواء اللي أصاب التلاميذ، أو اللي جرب به شيطان السيد المسيح، أو اللي بيجرب به شيطان الإنسان النهارده، هو نفس الفكرة. مع التقدم والتكنولوجيا الحديثة العظيمة والتقدم العلمي، هي أفكار الشيطان ما اتغيرتش. شيطان محدود في أفكاره. النهارده بيخترع شر كتير صحيح، لكنه ما زال محدود في أفكاره. يقول الكتاب في رسالة القديس يوحنا الحبيب الأولى 2:16 يقول لي أن كل ما في العالم إيه في العالم كله؟ شهوة العين، شهوة الجسد، تعصب المعيشة. هل أي شيء في الدنيا في خطية وفي تجربة هتلاقي الثلاث أفكار دول هم بتوع أيام من 2000 سنة، من 4000 سنة، وحاليا وبكرة وبعد. شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، ليس من الباب بل من العالم. الشيطان يحب يجرب الإنسان.
الشيطان ساد المسيح على جبل عالي، وساد المسيح ترك نفسه لسببين. أول سبب عشان يخدع الشيطان في لاهوت، لو كان يعني من الأول طرده من ظهره وخاف منه وكان يعرف إن هو الله كان ممكن يعطل الصليب. تاني سبب عشان التجربة وكل فائدتنا إحنا مثل لينا كلنا. الشيطان لاحظ إن السيد المسيح جاع بعد 40 يوم صوم، ما هو جاع بنسوته. وهو المسيح لو ما كانش جاع كنا نقول لا، ما كده لاهوته بيخبي عنه ويمنع عنه الألم ويمنع عنه الجوع ويمنع عنه التعب، ولا السيد المسيح لما راح لسامريا يقول تعب فجلس على البئر، تعب وعطش على الصليب لأن أنا عطشان. إذا السيد المسيح كان عنده ناسوت كامل، فجاع بعد 40 يوم طبيعي، يعني كثير من القديسين صاموا 40 يوم وأكيد جاعوا يعني 100 مرة وكان بيقاوم الجوع دوت. السيد المسيح صام 40 يوم وجاع، والشيطان لاحظ إن هو جاع وجسديا ربما يكون يعني ضعف شوية. فالشيطان جاء فرصة، هو جعان أنا هبعت له فكرة من ناحية الأكل تسقطه في خطايا حشر عنه، تسقطه في خطايا كتيرة، فكره إن هو ما كانش عارف إن هو الله يعني، كان بيشك لكن ما كانش متأكد أبدا. والشيطان دايما أفكاره حتى لو شكلها بريئة وبسيطة لكن وراها بيبقى دايما شر كتير وسلسلة من الشر، زي الزلزال، أول زلزال يحصل يتبعه زلازل أخرى دايرة، زي لما ترمي طوبة في المية كده على بعد تحس بقاعة وبعدها أوسع أوسع ما تنتهيش. فقال له إن كنت أنت فعلا ابن الله، هو مش شك فيه، مش عارف، يعني يشوفه كده اتولد من عذراء يقول ده ابن الله، يشوفه اتولد في مسود يقول لا مش ممكن يكون ده ابن الله، المسود حقير يعني مش ممكن. يشوف المجوس بيقدموا له هدايا عظيمه جدا، ذهب ولبان ومر وبيسجدوا له، بس هو ده ضعف. بعد شويه صغيرين يشوفوا يهرب من قدام هيرودس، لا مش ممكن يكون الله لان الله ما يهربش. المهم ان الشيطان قال له يعني اذا انت جوعت واذا كنت انت فعلا ابن الله قل الحجاره دي اهو في على جبل في حجاره كتير، ولا تبقى خبز وتاكل وتشبع. مش بس كده كمان، ده انت من نسل ملوكي، السيد المسيح من سلسله الملوك، مش هو ابن داوود، سواء من ناحيه العدل او حتى من ناحيه يوسف ابوه بالتبني، هو من نسل ملوكي. فبيقول خلاص انت لو عندك المقدره دي حول الحجاره لخبز وبعد كده الناس تشبعهم وبعد كده ممكن يتبعوك وتبقى ملك. هو بيطلق اكتر من ناحيه، خلي بالكم يطلق اكتر من ناحيه. فسال المسيح رد عليه من الكتاب المقدس عشان يعلمنا، كان ممكن يقول ايات ثانيه جديده وهو الله، ما هو اللي كتب الكتاب الكلام دوت في العهد القديم في الكتاب، كان ممكن يقول كلام ثاني جديد للشيطان له قوته ونتعلم منه، لكن السيد المسيح حب يقول كلام مستخدم سابقا. ليه؟ عشان احنا كمان في تجربتنا مع الشيطان وفي ثقافتنا وفي ألامنا نستخدم برضه الكتاب المقدس. كتير جدا بننسى الكتاب المقدس، ده في وعود في منتهى الجمال في الكتاب المقدس. واحد لو تعبان، لو متألم، لو خايف، لو مضطرب، لو مريض، في وعود في الكتاب المقدس وآيات تدي الإنسان قوة غير عادية. لكن مشكلتنا ما عارفش، ولو عارفين قصة ما نعرفش نطلعها في وقت الألم أو في وقت الضيق أو في وقت التجربة أو في وقت الشهوة أو في وقت الانكسار، ما بنعرفش. عشان كده السيد المسيح استخدم الكتاب المقدس عشان احنا كمان نستخدم الكتاب المقدس في تجربتنا وفي ثقتنا. قالوا إذا يا شيطان مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذا ربنا يسوع بيقدم لنا مادة أهي كلمة ربنا. كل كلمة تخرج من فم الله. الخبز
الخبز وما شابه الخبز يعني مطلوب، وكلمة الله مطلوبة. لأن استغنى عن الخبز هنموت، ولا استغنى عن كلمة ربنا برضو هنموت. السيد المسيح أجاب من الكتاب المقدس، والشيطان اتغلب في أول نقطة، ودي شهوة البطن. شهوة البطن عامة إذا كان أكل أو نجاسة، شهوة نجاسة، شهوة أي شهوة رديئة. حتى الحسين الربان يسمي الشهوة الرديئة شهوة البطن عامة، يعني يديها كده اسم عام، شهوة البطن، سواء كانت في الأكل والشرب أو كانت في خطية نجاسة. النهارده حطوا التصنيف دوت، هتلاقوا قدامكم شهوة النجاسة هي رائدة في العالم وغالبة. هل هو ده شيء جديد؟ لا مش جديد، هو قديم جدا جدا، يعني من قديم الزمان ونسمع عن هذه الحروب، وكانت عنيفة جدا في بداية المسيحية ونهاية الوثنية. كانت الحروب دي عنيفة جدا جدا جدا، حتى ان في كورنثوس يعني واحد اتعدى على ابوه واخذ امراه ابوه او اخطا معاها، فبولس الرسول حكم ان يفرز من الجماعه لحد ما يتوب. فعلا بعدوه من الكنيسه لحد ما تاب ورجع، وفي الاخر رجعوا مره ثانيه للجماعه. كانت دي قضايا صعبه جدا جدا، وكانت حتى عباده الاوثان مرتبطه بالنجاسه، وكانت قوه الملوك مرتبطه بالنجاسه. حتى داود الملك العفيف اللي كان عنده نساء كثيرة أصيب بهذه الضربة، وسقط سقوط عظيم، وعاش حياته بعد كده في مرارة من أجل هذه الخطية. شهوة البطن سواء أكل أو شرب أو حتى حروب الدول النهاردة، الدول بتحارب برضه من أجل سلطة ومن أجل أكل وشرب. اذهب يا شيطان، انكسر الشيطان وذهب مغلوبا امام هذه الشهوه. وادانا ربنا يسوع مثل كيف ننتصر، ازاي نغلب. اوعى واحد يقول انا هعمل ازاي، انا اصبح انا مغلوب من الشهوه دي، اصل انا عندي شهوه غير الناس، وهم. اصل انا ما اقدرش اغلب الشهوه دي بالذات، وهم. وهم وافكار من الشيطان عشان يثبت الناس المسامير في شهوه زي كده وفي خطيه. في اليوم الثاني اخذ السيد المسيح على جبل عالي خالص، ولا المرة دي عالي جدا جدا، ورجل شايف كل المباني دي بتاعتي انا. كذاب، شيطان كذاب، واولاده كذابين، شيطان كذاب واولاده كذابين. احنا ما نصحش ابدا نبقى كذابين، لان الكذب هو علامة على النفس تتبع الشيطان. قال له هديك كل المباني ديت. هو كذاب لان المزمور بيقول ايه؟ للرب الارض وملكها، مش ملك الشيطان. هو عملها الشيطان، اشتراها امتى؟ اخذها امتى؟ السيد المسيح حتى في مره يعني بيقول كده في تهكم على الشيطان، رئيس سلطان الهواء، لما قال لهم مره هذه ساعتكم وسلطان الظلم. يعني الشيطان صحيح سلطان، بس يملك على الانسان لو الانسان سلم نفسه ليه. قال له انا تبعك اهو. عشان كده الخطيه في مجملها مؤلمه، لان في اللحظه اللي انت بتفكر في الخطيه وبتحبها وتعملها، بيقول ربنا يا رب مش هتبعك في الساعه دي، هتبع الشيطان. سيبني اتبعه شويه، سيبني اتمتع بيه شويه. خداع. عموما اخذ الشيطان السيد المسيح، والسيد المسيح ساب نفسه عشان يجرب على جبل عالي، ولا خدش كل المملكة دي هديها لك، بس بشرط تسجد لي. زمان في اشعياء 14 عدد 13 يقول ارفع كرسي فوق كواكب العلي واصير مثل العلي. عايز يرتفع الشيطان، سقطته كانت من هنا، والنهارده ده قدامه يشك فيه. فعلا ده ابن الله فرصه، لو سجد لي وهو في البعثه ده يبقى انا رفعت مره ثانيه كرسية فوق كواكب عالية. إذا دي محاولة تانية من الشيطان بعد المحاولة القديمة جدا لما سقط قبل خلقة الإنسان، سقط من علوه، ولما أراد أن يرتفع فسقط سقوطا عظيما. قال له إن أنت سجدت ليا أنا هدي لك كل الممالك دي كلها ولا حاجة.
حاجه في المجتمع. نلاحظ ان السيد المسيح ما ناقش الشيطان قال له انت كذاب، ما دي حاجه تفرغ منها. احسن ساعات نناقش في امور فرعيه فننسى الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هدف الرد ان مكتوب للرب الهك وحده فاسجد واياه تعبد. النهارده في ناس كتير في العالم بتسجد للشيطان، مش بس عبدة الشيطان، لا، ياما ناس كتير وهي بتسجد لشهوه وتسجد للشيطان. لما بتنحني امام الشهوه وبتخضع ليها وتتغلب يبقى هي اتغلبت ايضا هذه النفس من الشيطان وقالت له انا ملكك. للاسف لو عايزين تفكروا في الخطيه، الخطيه هي في ملخصها هي تبعيه للشيطان ولو مؤقتا. عشان كده بسرعه ننسى خط، قوم بسرعه، ما تغلبش كتير، ما تطولش، ما تقولش النهارده هعترف لابونا وهرجع مره ثانيه اروح اتم بالشهوه دي. طبعا في التجربه الاولى كان بيقول له انا ادي لك، يعني انت حاول خبز واكسب الناس وتبقى ملك من جديد، سبت ملوكي. ما هو خلي بالك المسيح من سبت ملوكي، بس من ساعه الرومان ما احتلوا اسرائيل وهو فقد الملك ده ما بقوش ملك خلاص. العيله دي ما بقتش عيله ملوكيه من ناحيه الفعل يعني، واخدين بالكم؟ يعني في الفتره دي اللي سقط فيها ملوك اسرائيل واصبحوا تحت السياده الرومانيه اصبحت خلاص ما بقوش في عائله ملكيه. فكان الشيطان بيقول له يلا بقى رجع الملك بتاعك، ادي خبز للناس، شبع الناس كلها فكلهم يتبعوك. المره الثانيه ادي كل الممالك دي تبقى ملك من جديد، بس ملك ايه بقى؟ اكبر من الاول، مش بس اسرائيل لكن كل العالم. كذاب. الشيطان كذاب ودايما يوعد الانسان بما لا يقدر، يقول له تعالى ادي لك متعه ما حصلتش، هدي لك متعه تبقى احسن ملك في المتعه، متعه ملوكيه. كذاب. هو نفسه مش متمتع، الشيطان في حاله الم وخوف ورعده وحقد وكراهيه، ما عندوش متعه هو نفسه. هدي لك منين متعه؟ بيضحك عليك، يدي لك متعه ساعه وبعديها كآبه وبعديها انهزام وبعديها صغر نفس وبعديها الواحد يبقى اتضايق. عايزين تبصوا، بصوا للناس اللي ماشيين في العالم وفي الشارع اللي سلموا نفسهم للشيطان من اجل متعه وشوفوا اشكالهم. بصوا من اول شعره لحد وشهم وعينيهم وافكارهم، حاجه غريبه جدا النهارده، بس هو نفس الافكار القديمه. وبعدين ما نفعتش معاه البطل، ما نفعتش معاه حب الامتلاك، شهوه العصب والامتلاك. يقول بس انا جربه في الكرامه، ادي له كرامه كبيره، اقول له تعالى على جناح الهيكل وبعدين ارمي نفسك. اول ما يرمي نفسه هو مكتوب لانه يوصي ملائكته بك لئلا تصطدم بحي الرجل. ما هو الشيطان برضه بدا يستخدم الكتاب المقدس، ما هو عارفه بقى زي السيد المسيح. السيد المسيح رد عليه الكتاب المقدس والشيطان بدا يستخدم الكتاب المقدس. قال له ارمي نفسك، ولما ترمي نفسك الشياطين الملائكه تحملك، ولما تحملك تبقى كرامتك قدام الناس كلها ويبقى كرامتك كبيره والناس يتبعوك، يما انك تبقى ملك مره ثانيه. فالسيد المسيح رد عليه في اخر التجربه قال له اذهب لانه مكتوب لا تجرب الرب الهك. يعني واحد يحط نفسه في النار وجرب ربنا ما ينفعش. وتفتكروا في اخر الستينات كان كتب كده في الاهرام عائله مسيحيه بس يعني في الغالب مش ارثوذكسيه، قالت احنا نشرب سم ومكتوب لو شربوا سما مميتا لا يضرهم. يعني مش هم اللي كانوا تجربه غصب عنهم وكانوا في اضطهاد ولا كتفوهم وقالوا اشرب السم زي ما غير لا، ده هم بنفسهم حطوا نفسهم في تجربه هم مش جايبينها، ماتوا كلهم. كل الاسره ماتت لان هم كانوا يعني بيتصوروا انهم لو شربوا سم واشربوا الصليب ولا صلوا مش هيموتوا، بس مش مكتوب كده. مكتوب لو انت في ضيقه هو ينجيك، لكن تدخل نفسك في تجربه وضيقه بنفسك لا، ولا تدخلنا في تجربه. عايز اقول لكم بالنسبه لديت بلاش احبائي ندخل في صفحه الانترنت
فتدخلنا في تجربة. بلاش ندخل في صداقات فتدخلنا في تجربة. بلاش نروح في أماكن ممكن تدخلنا في تجربة. والأستاذ الرباني كلمة جميلة يقول لا تسكن في مكان أخطأت فيه إلى رب. لأن يعني المكان ده هيبقى بالنسبة للتجربة مناصب وحقات وفكر. أيا كان ربنا يسوع عايز أولاده غالبين. علمنا النهارده نمرة واحد نستخدم الإنجيل. استخدمه. طب احنا نستخدمه إزاي من غير ما نقراه ونفهم ونحفظ آيات ونتعلم. علمنا إن احنا نرتفع فوق التجربة بإن احنا نفهم بس إن كل ما في العالم ثلاث حاجات: شهوة العين، شهوة الجسد بطن يعني، تعظم المعيشة تبقى عظيم، كل واحد لازم يبقى عظيم، عنده بيت ما حصلش، عنده عربية ما حصلش، عنده فلوس ما حصلش، تعظم المعيشة، عايز ياخد منصب كمان ما حصلش، يعني الطموح مش وحش ولكن طلب العظمة بيبقى فخ شيطان مرات عشان يمسك الإنسان يصطاده يسقطه ويضيعه في الطريق. ربنا يدينا احنا نكون غالبين. نكون غالبين على الدوام، نغلب حتى سقطنا نقوم، ولا يهمك، سقطت مرة قوم، سقطت سبع مرات خليك زي الصديق وقوم برضه، بس ما تطولش، واعرف إن كل سقطة بإرادتك بمزاجك بتخطيطك هي تبعية للشيطان، تمشي ورا الشيطان، لكن اللي غالب يرفض عدو الخير، أفكاره، منهجه، إغراءاته، ويبقى عارف. وعلى فكرة أقول لكم خبرة جميلة إن أول ما تطرد الشيطان دول اذهب يا شيطان وتغلبه بالفعل تبقى عندك كده لذة روحية جميلة متعة أنت غلبت وتشكر ربنا يسوع تقول يا رب من غيرك أنا كنت أضيع ده أنت لولا رفعت عني التجربة كنت أنا أسقط وأضيع وأتبهدل أحبائي اغلبوا خليكم غالبين ما حدش يخش السماء إلا الغالبين بس ما يصحش تبقى مغلوب ما ينفعش تبقى مغلوب لأنك لو مغلوب مش هتديك مكان في السماء.